أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين. ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد. معولون على إحسانه فقراء لفيض إفضاله، يا نعم من صمدي. سبحان من خلق الأكوان من عدم وعمها منه بالإفضال والمدد. تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد. الله الله ربي لا شريك له، الله الله معبودي وملتحدي. الله الله لا أبغي به بدلا، الله الله مقصودي ومعتمدي. الله الله لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكشف الضر والشدد. الله الله أدعوه وأسأله، الله الله مأمولي ومستندي. يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا، يا أولا أزلي يا آخرا أبدي. أنت الغني عن الأمثال والشركاء، أنت المقدس عن زوج وعن ولدي. أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه ومن ألم به خطب من النكد. أنت القريب المجيب المستغاث به، وأنت يا رب للراجين بالرصد. أرجوك تغفر لي، أرجوك ترحمني، أرجوك تذهب ما عندي من الأود. أرجوك تهديني، أرجوك ترشدني لما هو الحق في فعلي ومعتقدي. أرجوك تكفيني، أرجوك تغنيني بفضلك الله يا ركني ويا سندي. أرجوك تنظرني، أرجوك تنصرني، أرجوك تصلح لي قلبي مع جسدي. أرجوك تعصمني، أرجوك تحفظني يا ربي من شر ذي بغي وذي حسد. أرجوك تحييني، أرجوك تقبضني على البصيرة والإحسان والرشد. أرجوك تكرمني، أرجوك ترفعني، أرجوك تسكنني في جنة الخلد مع القرابة والأحباب تشملنا بالفضل والجود في الدنيا ويوم غد. وجهت وجهي إليك الله مفتقرا،
لنيل معروفك الجاري بلا أمدي، ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالي الإملاق والرغن، ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالي الإملاق والرغد، وقائلا بافتقار لا يفارقني: يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي، والله ارحم جمعنا بفضله ولا يؤاخذنا بقسط عدله، بجاه سيد المرسلين ختام رسله أحمد سيد المرسلين ختام الأبرار، والحمد لله رب العالمين.